اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق بالصلاه والتسليم على النبي المصطفى الامين والاواب. نتحدث في المساحه القادمه عبر ضيف كريم ينضم الينا او ينضم الينا فعليا ويجلس بالقرب الى الان في الاستديو عن مبادره تدريب الاطفال لصناعه الفيلم. بكل تأكيد هي مبادرة فريدة من نوعها في السودان، تهدف لتدريب الأطفال على عدد من المهارات صناعة الفيلم بكافة الجوانب، التطوير اكتشاف مقدرات الأطفال، ترقية هذه المقدرات في مجال كتابة القصة، في مجال السيناريو، بالإضافة إلى غرس مجموعة من القيم كالعمل كقيمة العمل الجماعي، واحدة من القيم المهمة جدا روح الفريق والقدرة على العمل مع الجماعة. جميل، لكن الاجمل من ذلك انه نكتشف ابنائنا من هم صغار على كل مهارات، لانه لوقت طويل احنا يعني جهلنا ادوار ابنائنا هم صغار، خاصه مع الانفتاح المشهود ده اصبح عندهم مهارات ممكن انه تقدم البلد وتضيف لها الكثير. المقدمه بتاعت حسام دي ارضيه ثابته ممكن ندخل بها لحوارنا مع الاستاذ عبد الرحمن الدخري، هو مشرف لهذه المبادره. اهلا وسهلا، صباح الخير. تشرفنا والله، اهلا وسهلا بك العافيه. اهلا بك. ولما نتكلم عن مبادره تدريب الاطفال لصناعه الفيلم، بتبادر الانسان عدد من السنوات اللي الناس شافت انه الاطفال بتقدم فيها مجموعه من الابداعات المختلفه، وعدد من التجوال في مدن السودان المختلفه، في الولايات المختلفه ايضا. وكثير جدا من الرحلات دي بتكون غنيه جدا، وكلها واقع خاص جدا في نفوس الاطفال. حنجي نتكلم عن كثير من المشاهدات خلال تجوالكم، لكن بداية خلينا نتكلم عن فكرة هذه المبادرة، ومن مما كانت فكرة إلى أن خرجت لعدد من الناس وأصبحت عدد من المواسم الآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول إنه يعني هي نفسها المبادرة كفكرة لما بدأت كان فكرة بسيطة لمجموعة من الشباب يتلموا حوالين فكرة إنه كيف يكون الأطفال عندهم دور في صناعة الفيلم، بالتحديد الأطفال السودانيين بالتحديد. صح. يعني نعم. طيب، من العام 2015 خلينا نقول البداية لحد تقريبا احنا الليلة 2019 تقريبا، دي باعتباره زي صحيح موسم، يعني كم خمسة مواسم او اكثر، فدي كان نجاحات فعلا، يعني صاحبتها مجموعة من التحديات، مجموعة من الظروف، لحد ما قدرنا لحد ما نخلق اسم موضوع على مستوى، ما نقول بس على مستوى السودان او ولايه السودان، على مستوى العالم بالتحديد. لو قلنا انه مثلا مشاركات الشركات المبادره برا، كان في مشاركات خارجيه باسم لمجموعه من الاطفال، غير كذا المشاركات على الصعيد الاقليمي بالنسبه للاقليم العربي بالتحديد من خلال مشاركات. حاليا يمكن واحد اثنين من اعضاء المبادره، مصعب حسونه ومحمد مناف، هم مشاركين في واحده البرامج في بيروت في لبنان، اللي هي من ضمنها البرامج اللي هي عندها علاقه بالانتاج والاخراج والدعم، البرامج الفنيه بالذات في شغل الانتاج والاخراج بالنسبه للسينما. فدي واحده من النجاحات حقيقه للمبادره يعني. يا سلام. طيب، شنو انتم دفعكم انكم تنشوا هذه المبادره تتكون من اطفال هم عندهم مواهب في مجالات مختلفه عشان يكونوا فريق متكامل؟ يعني عمل وجهد كبير جدا بيقوموا به الاطفال، وتدريبهم ذاته بيحتاج لوقت وبيحتاج كمان لصبر. الدوافع الحقيقيه اللي خلتكم تنشوا هذه المبادره شو؟ طيب، حبك، يعني انت ممكن تكون يعني حبك لانه الفكره بتاعت الاطفال المبدعين دائما، يعني انت بتشوف انه الطفل عنده فكره وداير يطلعها او داير يظهر الحاجه دي على ارض الواقع، تمام؟ فلما تشوف الحاجه دي قدامك فبتحس انه المفروض دي تظهر الحاجه دي، فبصراحه الدوافع طلعت من انه يعني الاطفال دي حرام يكون في مواهب موجوده زي دي حقيقه، وما يكون عندها الدور الظاهر في انها تطلع المواهب دي وتنتج وتكتب، ما بس تنتج، يعني انها تصور تكتب السيناريو وتنتج وتصور. يعني حتى لو مسكنا مثلا المبادره او الحاجه دي اللي هي دوره من بدايتها من كتابه السيناريو، هم نفسهم الاطفال هم ذاتهم بيكتبوا السيناريو لحد ما يخرجوا الفيلم، طبعا بمجموعه ومساعده بعض الخبراء على سن يطلعوا الحاجه، لكن فعليا لو جيت على ارض الواقع هم اللي بيصوروا، هم اللي بيكتبوا السيناريو حقهم، هم اللي بينتجوا، هم اللي بيعملوا اي حاجه. فدي الفكره الاساسيه، لانه الاطفال هم عندهم الدافع الحقيقي في انهم يديروا الحاجه دي يعني. فانت لما تكون تشوف الحاجه دي اكيد لك الفخر او لنا الفخر في انه نشوف الاطفال هم المبدعين في الحاجه دي. نعم. جميل. طيب، انا عاوز ارجع بك لبدايه المبادره وبدايه اول الموسم. الآلية شنو اللي انتم وصلتوا بها لأطفال مبدعين عندهم المقدرات دي عشان بيتم تطويرها اصلا؟ كيف قدرتوا تصلوا لأطفال بهذه المواهب بهذا الابداع؟ طيب، خلينا نقول لو قلت اتكلم عن الطريقة او الآلية اللي بيختار بها الأطفال لأنهم يخشوا او يكونوا في اعضاء في المبادرة او
بالنسبه للسلسله بتاعت التدريب بتبقى في انه هم طيب عن طريق كنا بنستعين في اغلب التدريب بالمجالس الولايه مجلس مجالس الطفوله الولايه من خلال تدريبات او من خلال عرض لهم هم نفسهم يكون في تدريب العرض عرض مهارات معينه بيكون مجموعه من المشرفين بيعرضوا الافلام من خلال العرض بنشوف الاطفال نفسهم المهارات الموجوده عندهم اذا كان هم عندهم المهارات بتاعه الاخراج من ناحيه بتاعه القياده من ناحيه بتاعه كتابه السيناريو من ناحيه بتاعه عده حاجات اللي هي احنا بنشوفها كويس على الاطفال اللي هي بتوفر فيه انه يكون مثلا في فريق الانتاج ده فريق التصوير ده فريق كذا يلا من خلال الحاجات دي لكن من خلال المجالس الولائيه بيكون مجموعه من الاطفال بيتم اختياره من خلال نقاط معينه او مواصفات معينه بعد ذلك بيتم تطويره لحد ما يصلوا للمرحله اللي هي بتكون فيها الورشه اللي هي الورشه بتكون 30 طفل يعني. طيب المرتكز الرئيس انه حتى في الولايات في اليات معينه للاختيار بعد ذاك حتى انه تكتمل الصوره فبيدخلوا في الجانب بتاع التدريب العملي، هم ما عندهم خلفيه سابقه عن كل التفاصيل والمشاهد الاخراجيه وكتابه السيناريو او غيرها. فعمليه التدريب بتتم كيف؟ هل بتتم في بيئه تدريبيه جيده ما يهم بالعمل الاخراجي، العمل كتابه السيناريو او تفاصيل المشاهدات بتاعت التصوير للافلام دي ولا كيف؟ اكيد طبعا انت عشان تنتج شغل على مستوى لازم توفر لهم كل الظروف الموائمه في انهم ينتجوا احسن شغل يعني. فما يعني يمكن المبادره ما بتستخسر يعني انت داير تطلع حاجه كويسه اكيد حتخسر عليها. فظروف الظروف او اللي انت بتوفرها للاطفال عشان ينتجوا فصراحه يعني حقيقه بالنسبه لكتابه المدربين هم على مستوى عالي جدا كويس بالنسبه لكتابه السيناريو بالنسبه للاخراج بالنسبه لكل الظروف يعني حتى هم بيشتغلوا شغل عملي باحدث الكاميرات كويس باحدث الاليات على اساس انه هم ببرامج المونتاج عشان يقدموا شغل على مستوى ده بشركات يعني مع جهات معينه عشان توفر لكم المناخ ده ولا عموما بجهدكم انتم؟ ده في الاغلب بيكون بجهد شخصي يمكن في موسم من المواسم اللي هي كان في الاغلب اللي هو بالاستعانه مثلا بالادوات يعني مثلا زي الاليات بتاعت الكاميرات التصوير اجهزه الضوء شنو الحاجات زي دي فكان بمجهود شخصي لكن هي شنو بالعلاقات الشخصيه بالنسبه للمبادره والشباب او كذا لكن توفرت الظروف الافضل في المواسم الاخيره يعني من خلال هم من خلال الشركاء اللي هي كان لهم عندهم دور واضح برضه في انهم قدرنا نصل لمناطق مختلفه من السودان حقيقه في مثلا في دارفور او في ولايات ثانيه كان يونيسيف كان شريك اصيل زي ما بيقولوا في انه يقدر له دور كان في انه يقدر يقدم الشغل لقدام في المبادره برضه ما بننسى دور المجالس مجلس الطفوله برضه كان عندهم دور برضه في الولايات وكان في الخرطوم برضه بنفس الوقت غير كده انه نلقى في الشركاء الثانيين باعتبارهم شركاء واصدقاء للمبادره يعني يمكن في ناس قريبين للمجال بس على اكبر شويه يعني مثلا زي قلنا ناس المبادره اللي هي جهات ثانيه اقدم مننا شويه لكن هم خبراء فبنستعين بهم في انهم بيوفروا خبراتهم بيوفروا الخبره وبيوفروا الاليات بنستعين بالياتهم جميل. جميل طيب شام نحن من خلال كلامك اطرقنا لعدد من الاهداف للمبادره بصوره مباشره وبصوره غير مباشره لكن خليني انا ارمي في المجال ده انه هذه الافلام للاطفال هل هي لمناقشه قضايا الاطفال فقط تركيز لهذا الجانب ووعي الاطفال بانهم يقدروا يناقشوا قضاياهم من خلال هذا العمل الفني والعمل الابداعي وصناعه الافلام لان هي في النهايه رساله ونوع من انواع الرسائل ام تملك هؤلاء الاطفال فقط الادوات اللازمه لتطوير المواهب؟ طيب بنبقى من جانبين وكل واحد مصبر شوف ما انت طيب دائما زي ما قلت لك قبل شوي انا انت عشان تطلع شغل نظيف ما بتعتمد انت ما داير زول جيل مؤسس على انه يشتغل شغل على مستوى عالي صح؟ طيب فبنشتغل على الجانبين كويس فكره انك تديه الشغل التكنيكال كويس بتاع التصوير والمونتاج وكذا في نفس الشيء بتديه الجانب المهاري والجانب بتاع المعرفه يعني بالنسبه لحقوق الاطفال بالنسبه للمهارات الحياتيه اللي بياخذوها هم ذاتهم في التدريب بياخذوها من خلال التدريب يعني يمكن التدريب ما بركز بس على الشغل بتاع اللي هو مثلا التدريب للشغل التكنيكال بس لا بركز برضو على بنايه شخصيه الطفل من هو يعني مثل خش التدريب لحد ما طلع انه حيكون زول سوي جدا فاهم هو بيعمل في شنو وعارف بينتج في شنو يعني يمكن حتى الافلام اللي طلعت
اختيارها مضمونه بمستوى عالي جدا بالمناسبه، ليه؟ لانهم هم مركزين على قضايا بتمسهم جدا يعني. غير كده انه هي يعني يمكن في وحدات من في افلام اختيار واحد من كان اختيارهم لانه يشاركوا في مسابقات عالميه يعني. مثلا في فيلم كان في مهرجان القاهره تخيلت كان الاسبوع الفات او كذا، اختيار يعني شارك في انه تم اختياره للمسابقه يعني. جميل. فعموما هم الاطفال فاهمين هو بيعرف بيعمل في شنو. واعيين لانهم بيعملوا في شنو. ده كله من خلال التدريب يعني. جميل. طيب عبد الرحمن، في مدارسنا في مدارس الخاصه اللي هي فيها ادوات التاهيل كلها بالنسبه للطلاب بالنسبه للاطفال حتى، لكن برضه مرات الحياه اوضح في كمان في التعليم والتثقيف بالجوانب الفنيه دي في الولايات ما بتكون بالصوره المطلوبه الا في مدارس معينه يعني بعضها. فكيف ممكن المدارس برضو هي تساعدكم وتمدكم بأطفال بطلاب هم عندهم الموهبة الحقيقية لكن ما لاقين الجهة الممكن تتبنى الموهبة دي يعني؟ طيب ده دور يمكن خلينا نقول انه شوية بيشاركوا فيه يعني جهات متعددة يعني. الدور ما حيكون بس على المبادرة كويس، لانه مثلا في مواهب كثيرة مدفونة يعني حقيقة يعني. يعني يمكن في واحدة من التجارب اللي هو كان لقوها الشباب في مناطق مثلا زي الضعين يعني، مثلا في دارفور، في شرك دارفور يعني، يمكن الوضعيه الموجوده فيها يمكن الناس ما بتفتكر انه هلا الناس زي الوضع ظروف فيها ما يطلعوا، لكن الحقيقه اللي توجد انه في يعني ما شاء الله مواهب موجوده. في مواهب مدفونه لكن اللي هي كان شنو ما لاقيها زي ما نقول شنو الحاجه اللي هي بتشيل التراب حبه وبتخليه على سن يظهروا. طيب دقيس ده مثال يعني، لو الناس اشتغلت على مستوى عالي مثلا اللي هي اذا حصل شراكات مع مؤسسات ثانيه زي التربيه والتعليم او الجهات ذات الصله زي ما بيقولوا، فبنلقى انه شنو في مواهب كثيره بتطلع، حيطلعوا جيل زي ما بيقولوا. العمليه متكامله يعني. اكيد طبعا ما حتبقى صعبه انه لو قلنا مثلا على المبادره برا انها تطلع مبدعين، فبتتكامل الادوار هنا. صح. انتوا حاولتوا تصلوا للتربيه والتعليم ولا لا؟ ولا بس مجرد افكار هي؟ والله خلينا نقول ان هي مجرد افكار لحد الان، لكن مع ظروف ظروف البلد والانفتاح الجاي والحياه اللي هي حتحصل وطانس يعني متبنين ان شاء الله، ومتمنين انه يكون الظروف افضل. فالفكره في انه انت داير تنتج شغل على مستوى عالي، نتمنى انه حتصل لهم والشغل حيتوسع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الاستفاده تكون اكبر. اكيد طبعا ان شاء الله. زميلنا عطى دائما من خلال الجمعه بيقول اي مكان عنده محمول الثقافي، واي مكان مريت فيه حتى لو ما وقفت بتتصور عنه او بتكون عنه صوره ذهنيه قد تكون ايجابيه، التصور ده كله بخليك من خلال مشاهدتك الداخليه انه تنتج افلام بقدر الامكان تكون جميله وتبرز الجانب الجميل بالنسبه للبلد. لكن المشاهدات عندكم في ولايات السودان المختلفه، الاطفال ديل لفوا خلينا نقدر نقول كده، فخصوصيه ولايات السودان خاصه مع الرحله اللي بتقوموا بها انتم مع الاطفال، كنا نشوف مدى الخصوصيه. هل الخصوصيه انه في مناطق معينه كانت اثرت لوقت طويل انتم حاولتوا انه بقدر الامكان تبرز الجوانب الطيبه دي وتحكسوا صوره كويسه عكس الصوره اللي كانت موجوده في الاعلام؟ طيب خلينا نقول انه طيب في حاجه، التدريب بيتم وين؟ مع الاطفال في مناطقهم كويس؟ يعني احنا بنمشي بالناس اللي هي الشباب بيمشوا في مناطقهم هم، يعني التدريب بيكون في نفس المنطقه ما بين اللي هي احنا بنمشي لهم تمام؟ خلينا نقول انه اي بيئه اي منطقه عندها ظروفها الخاصه او عندها حياتها السمحه الموجوده فيها يعني. فبتختلف الخصوصيه في انه اي منطقه عندها ظروفها، عندها امكانياتها، عندها حاجاتها، فبتختلف من منطقه لمنطقه. لكن في النهايه بنقول انه اي طفل عنده مواهب قاعده بمختلف شكل، الموهبه دي موجوده شنو، فمحتاج الزول حتى لو ما هو طلع محتاج الزول اللي يحركه له ولو بطريقه بسيطه يعني. لكن الحاجه الحلوه المطبوعه عموما يعني السودان جميل جدا زي ما بقولوا، لكن في النهايه من ناحيه اعلاميه ما ظاهر كثير يعني. يمكن في ظروف كثيره خلت السودان ما يظهر في الصوره الحقيقيه. يمكن الصور اغلب الشباب لما مشوا كانوا في منطقه زالنجي، فدي كان حاجه جدا اللي هو مش يصوروا جبل مره بالتحديد. يا سلام. فصوروا نير تيتي وشنو في الحاجه، الحقيقه انا ما كنت معاهم. يا سلام. لكن اخذوا طلعوا الجانب الكويس بالنسبه للمنطقه يعني، اللي هي كان معروف انها منطقه حروب وشنو، فطلعوا الجانب الكويس لانه هي منطقه مسالمه، منطقه سلام. الجانب اللي هو اخذوا عن منطقه دارفور انهم ناس مسالمين يعني، ناس كرم، ناس بيحبوا السلام، ناس مسالمين وناس كذا يعني. في النهايه عكس الصوره المعكوسه عن مناطق دارفور اللي هي مناطق حرب ومنطقه وكذا ومناطق، فدي حاجه كويسه عكست انه، فنتمنى انه الناس تشوف الحاجه دي يعني. جميل. طيب خلال تجواركم واستصفاركم تفاعل المجتمع معاكم كيف تفاعل المجتمع المحلي في اي منطقه انت سافرتوا لها، وتفاعل المجتمع الاخر عبر الوسائط المتعدده من خلال وجود المبادرات في السوشيال ميديا؟
طيب خلينا نقول انه دائما اي منطقه في طبعا احنا السودان بغيره في غيره حاصله زي ما بنقول ان شاء الله غيره حميده غيره كويسه اكيد طبعا الناس بتحاول تكرم ليه لانه شنو دائما بنقول لما تقدم الحاجه السمحه الناس بتغير بتحاول تقدم الحاجه الكويسه بتشجع اكيد طبعا يمكن خلال السنين اللي فاتت او المواسم اللي فاتت نعم فكل مره بيحصل تطور 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 للمبادره وتطور للماده تتقدم تطور الحياه كثيره فالموسم ده يمكن الشغل اللي كان يشتغلناه في الولايات كان له الدور او الدافع في انه في ولايات ثانيه فبتضرب تلفونات يا اخواني انتم ما جيتونا ليه احنا دايرين انكم تيجوا تشتغلوا عندنا يعني مثلا في ولايات ما يعني مثلا في الموسم ده بالخصوصيه كان لدارفور فمثلا الناس السنار مثلا طالبوا بانه ليه ما جيتونا في ولايات ثانيه برضه طالبت لانه ما جيتونا ليه فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا انه انتم يعني الحاجه الكويسه ظهرت والمنتوج بدا يظهر والغيرة طبعا ظهرت لكن إيجابية يعني أها. طيب نقف على المنتوج ده يعني الورش اللي كانت مجموعة بتاعت ورش كانت في دارفور نتكلم عنها شوية الورش اللي طلعت بيها شنو وشنو الأبرز الأفلام المنتجة من قبل الأطفال يعني اللي هي حتعرض حنخصص إن شاء الله محور هو عن مكان العرض أو كذا يعني نتكلم عن الولايات وأبرز الأفلام اللي أنتجت هناك يعني طيب يمكن أغلب الأفلام لها مضمون خاص بالنسبه ل زي ما قلت انه الخصوصيه الموسم ده من دارفور. طيب لو نفسي تصحب المشاكل اللي كان حاصله في دارفور في السنين اللي فاتت او في المناطق اللي فاتت نلقى انه عندهم كان ظروف صعبه يعني ظروف الحروب ظروف الوضع الاقتصادي وظروف الحروب كان موجوده فاغلب الافلام تكلمت عن القضايا حقتهم هم كاطفال بالتحديد من ناحيه بتاعت انه هم عندهم وضعيه خاصه كان مفقوده بالنسبه لهم من ناحيه بتاعت التعليم من ناحيه بتاعت اكيد طبعا فيمكن الافلام كلها تضمنت الجانب ده بالتحديد يعني الحياه اللي كان حاصله الحروب فتكلموا عنها بمنظور هم كاطفال يعني كويس يعني في يمكن واحده من الافلام الجميله انا بتمنى انه يعني تيجي تحضروها اللي هو بيتكلم عن فكره انه الحروب اللي كان حاصله في المنطقه ذاتها في منطقه زالنجي او قرى زالنجي بالتحديد يعني فدي كان حاجه يعني يمكن المنتوج اللي تصور او شكل اللي انتجوا به هو الفيلم فدي يعني لو على مستوى عالي جدا يعني لو كان واحد من المخرجين العالميين او المخرجين حيشوف الزول يعني حيستغرب لانه اطفال طلعوا فكره زي دي فدي حاجه متقدمه جدا بالنسبه لشباب زي دي او اطفال صغار زي دي اللي يقدروا يطلعوا الحاجه دي. في افلام ثانيه برضو بيتكلم عن فكره احنا لانه زي قلت قبل مربوطه بالحقوق صح فبيتكلم عن حق الاطفال مثلا في انهم كانوا بيعملوا كالعمل حق العمل اللي هو شباب بيشتغلوا ورنيش فطولوا فكره فيلم فكرته حلوه شديده يعني انهم بيشتغلوا فتم استغلالهم من ناحيه بتاعت عمل وحصل طردهم من الشغل حصل لهم ظروف برضه في انهم حصل لهم بعض المشاكل فحلو شديد يعني برضه بطريقه السرد وطريقه العرض جميله جدا وسيناريو عرض جميل جدا ده كله عملوه شباب هم نفسهم يعني يمكن الظروف اللي هم برا التعليم باعتبارهم هم يعني يمكن هم شباب او اطفال ما تعلموا فطلعوا حاجه حلوه شديد دي واحده من قلت لك انه عندها ظروف خاصه يعني شبابهم ذاتهم ما تعلموا بالتعليم الكامل بالنسبه لهم يتعلموا لباقي الناس فواحده من الولايات برضو تكلم على انه حصل دمج ما بين الاطفال اللي تعلموا والاطفال اللي هم برا التعليم يعني ممكن نقول اقرب لانه هم بالمسمى مثلا اطفال شوارع او ابطال الشوارع او ابطال الشوارع او كذا فهم ديل يعني حصل دمج بيناتهم يمكن لو زول ما ركز شيء ما بيعرف انه هم ديل فعلا هم كان حتى لحد اخر الورش الشباب تفاجئوا بانهم هم يعني انه هم فعلا ديل كانوا هم اطفال شوارع او ابطال شوارع فدي كان حدث شديد حاجه كويسه شديد يعني جميل طيب عبد الرحمن انا عاوز اعود بك للجزء الثاني من سؤالي اللي انا طرحته السوشيال ميديا وجود المبادره من خلال السوشيال ميديا وتفاعل المجتمع الوسائط معه يمكن الدور الاكبر بالنسبه للمبادره العرض خلال السوشيال ميديا يعني يمكن صفحتنا على الفيسبوك ممكن موجوده في كل التويتر الفيسبوك واتساب في الحياه دي كلها الصفحه موجوده فيها بتاعت المبادره فالاعجاب او الصفحه ماشي في انها بتتضاعف يعني من خلال العروض اللي هي بتتعرض فيها فيمكن وصلت مراحل متقدمه جدا او اعداد ما اقدر بعدد لكن كل اسبوع ماشي العدد زايد 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 جميل فدي الحاجه كويسه بمؤشر بالنسبه لنا كويس جدا لانه معناتها في قبول او في قبول للصفحه في انه الناس قادره تشوف المنتج حق المبادره والحياه اللي هو اللي قدرنا ننتجه في المبادره. عبد الرحمن يعني من النقطه اللي ذكرتها جانب الوسائط دي احنا في زمن السرعه وزمن الماده ذاته لازم تكون مبهره وبسيطه
وسلسة عشان تقدر تصل بكل أمان يعني للشخص ويقدر يستفيد منها بالصورة المطلوبة. نتكلم عن إنتاج الأفلام اللي عند الأطفال ذيل، هل هي أفلام قصيرة جانب الإبهار والإتهاش البصر الموجود فيها عشان يشد انتباه الشخص اللي هو متابع يعني كيف؟ طيب الأفلام فيها كم جانب، في الجانب الروائي كويس، وفي الجانب الدرامي كويس، باعتبار إنه هم على حسب يعني مثلا على حسب السيناريو الموجود أو الفكرة الموجودة بالنسبة للفيلم. في أفلام تكلمت عنها تروي كرواية بالنسبة لمناطق معينة أو لأحداث حصلت، في أفلام تانية اللي هي كان فكرتها إن هي دراما دار تنتج أو دار تقدم حاجة معينة بالنسبة لوضع معين أو دراما معينة، لكن عرضها من خلال السوشيال ميديا أكيد يعني كان عندها التشويق أكثر، يعني دار أقول لك في إنه التشويق كيف إنه تقدم لهم الرؤية التشويقية في إنه أنت تحضر الفيلم للآخر من غير ما تمله، غير ما تمل، وبأسلوب جميل بعرض جميل في بالنسبة للأطفال نفسهم يعني. صح. جميل. طيب عبد الرحمن نتكلم عن فعاليتكم اليوم والفعالية اللي تشمل عرض هذه الأفلام اللي أشرنا لها وهو الموسم الخامس، وده بدخلنا في محور برضو إنه نتكلم عن إشكاليات دور العرض المختلفة عشان ما أنا أقدر أعرض أفلام منتجة من الأطفال. ممكن أشير لها سريعا ونجي للفعالية. طيب خلينا نقول انه برضو يعني يمكن السودان مفتقر للحياه دي كويس، فكره السينما بالتحديد، خلينا افلام بالنسبه للافلام الصغار، لكن هسه الحمد لله يعني يمكن في الظروف اللي حصلت هسه بدا الشباب يرجعوا الفكره الاساسيه بتاعت السودان انه كان رائد من رواد السينما في يوم من الايام كويس، فالحياه دي انه دور السينما بدات تظهر، حصل زي ما نقول شنو نفضه للدور بتاعت السينما، في حاجات كثيرة يعني مثلا برامج كثيرة أو مبادرات أو جهات كثيرة شغالة للشغل بتاع السينما. بعد ذلك بتبقى في إنه هل كل الظروف موامة لأنه السينما تشتغل؟ كلام صحيح يعني يمكن في السينما بس داير حبة زي بيقولوا شنو حبة جرية إنه الناس عشان تقدر تطلع المنتج الكويس، يعني يمكن والله يا أخي المنتج الموجود على السوشيال ميديا موجود كثير بالنسبه لكل الشباب او لكل الحي بتقدم السودان وحاجه جميله جدا، بس ما كان في دور العرض او المنصات الموجوده بانها تتعرض فيها الافلام دي، لكن يمكن مع ظروف جديده للبلد بدات تظهر الحاجات دي كويس بشكل ايجابي بشكل كويس. بالنسبه للاطفال يمكن برضو محتاجين دور متخصصه اكثر بالنسبه للاطفال بحكم خصوصيتهم بحكم الحياه اللي بيعرضوها والحياه اللي بتتعرض بالنسبه لها، يعني مثلا في مدارس في المدارس محتاجين برضه مراكز خاصه بالنسبه لمراكز الاطفال بالتحديد، يعني يمكن لو طلعنا برا بنلقى انه الحياه دي موجوده كمحتوى بالنسبه للخصوصيه حقتهم هم. بالنسبه لنا هنا في السودان بالنسبه لدور العرض خلينا نقول انه بدت الحياه دي الحمد لله، يعني يمكن ده مؤشر كويس. جميل. الناس بدات تنفض نفضت الغبار عن الدور القديمه، السينمات الفكره ذاتها بدت اتمنى انها ترجع زي 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 الاول زي ما كان. وده بيحتاج يعني انتاج متواصل عشان هي تكون حيه، يعني لو تكلمنا عن شكل الفعاليه اليوم خمس طيب. سنوات من العطاء واليوم حيكون منتوج الافلام اللي انتجت يعني. طيب بصادف اليوم بالتحديد خلينا نقول انه في 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 حدث معين اخترنا يوم 13 بالتحديد اليوم الليله لانه ذكرى خاصه بالنسبه لاندلاع الثوره بالتحديد في السودان. يمكن الناس بتفتكر انه يوم في عطبره، لكن 13 اللي هم الاثار والحياه دي اطفال في الدمازين بالتحديد اللي هم كان عندهم الدور في انه يحصل التغيير الحاصل في السودان ده كله، فاخترنا ال 13 بالنسبه للشهر ده بالتحديد. طيب الفعاليه اللي هي يعني لو مسكنا الزمن من 5 الساعه 5 5 مساء اللي هو حيحصل التسجيل وشنو والكلام زي ده، حيتم من خلالها عرض الافلام اللي هي حقه الموسم ده اللي هي 10 افلام اللي هي عموما هي كلها 13 فيلم، 10 افلام من دارفور، في 3 افلام من الخرطوم. طيب الفعالية اللي هي بتبدأ الساعة 5:30 حيتم عرض أفلام، حيتم عرض لبعض المواهب بتاعت الأطفال، ده كله اللي هو في قاعة الصداقة في القاعة الرئاسية في خرطوم، فنتمنى إنه الناس تكون زي ما بيقولوا إحنا بنقول أبقوا كتار، فنتمنى الناس كلها تيجي وتحضر الفعالية، فيعني إن شاء الله بتستفيد والناس متأكد إنه ما حتمل، ولو جيتوا بدري كل ما كان أحسن لكم لأنه القاعة بتتملى كل يعني. بإذن الله. بإذن الله. نحن سعيد بك جدا المشرف مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم الأستاذ عبد الرحمن الدخيل، شكرا جزيلا لك وسعيد بحضورك اليوم في صباح الشرق. شكرا كثير، يديكم العافية، شكرا لك كثير. شكرا جزيلا.